بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد أحباب، تابع مستويات التنظيف في المخلوقات الحية تابع الدرس الأول لمادة العلوم للصف السادس الابتدائي. ما مستويات التنظيم في المخلوقات الحية؟ تشبه الخلايا إلى حد ما لبنات البناء، زي الطوب اللي بنبني به، و تسمح مجموعة الخلايا معا للمخلوق الحي بأداء جميع الوظائف الحيوية. المجموعات الخلايا لما تتحد مع بعض تخلي المخلوق الحي يعمل الوظائف الحيوية اللي هو المفروض يقوم به. المخلوق الحي الوحيد الخلية بيتكون من خلية واحدة، وتقوم هذه الخلية بجميع الأنشطة الضرورية للبقاء على قيد الحياة والتكاثر، وتخليه كمان يتكاثر، يعني يطلع مخلوقات جديدة وحيدة الخلية. أما المخلوق المتعدد الخلايا تقوم كل خلية بوظيفة خاصة. الوحيد الخلايا، الخلية بتقوم بكل الوظائف. المتعدد الخلايا كل خلية لها وظيفة، وتقوم مجموعة الخلايا المتشابهة معا بالوظيفة نفسها وبتشكل نسيج. يبقى إذن النسيج يتكون من مجموعة من الخلايا المتشابهة. مجموعة خلايا متشابهة تعطيني نسيج عضلي، مجموعة خلايا متشابهة تعطيني نسيج دم، نسيج عصبي، نسيج طلائي. يبقى الأنسجة دي بتتكون من مجموعة خلايا متشابهة زي ما احنا شايفين، كل خلية مختلفة عن الأخرى، تمام؟ يبقى النسيج مجموعة خلايا متشابهة. تتكون أجسام الحيوانات غالبا من أنواع رئيسية من الأنسجة، هي أربع أنواع، أربع أنواع. النسيج العضلي اللي بيتكون من ألياف تحرك العظام وتضخ الدم وتحرك المواد في الجهاز الهضمي. النسيج الضام ومنه العظام والغضاريف والدهون والدم. والنسيج العصبي الذي ينقل رسائل في الجسم، ده مخصوص لإرسال الرسائل في الجسم. وأخيرا النسيج الطلائي الذي يغطي أجزاء الجسم الداخلية وطبقة الجلد الخارجية والطبقة التي تبطن باطن الخد والجهاز الهضمي. يبقى أنا عندي أربع أنسجة، أربع أنسجة في الجسم، نسيج عضلي ونسيج ضام ونسيج عصبي ونسيج طلائي. عضلي، ضام، عصبي، طلائي. الأعضاء والأجهزة الحيوية، تنتظم الأنسجة في أجسام المخلوقات الحية لتشكل الأعضاء. يبقى أول حاجة الخلية، مجموعة خلايا تعطيني نسيج، مجموعة أنسجة تعطيني عضو. يبقى تنتظم الأنسجة في جسم المخلوق الحي لتشكل الأعضاء. العضو مجموعة من نسيجين مختلفين أو أكثر. إحنا قلنا عندنا الأنسجة أربعة، لو اتحد نسيجين أو أكثر يعطون عضو، وتعمل معا للقيام بوظيفة محددة. والجلد أكبر عضو في جسم الإنسان، مهمة جدا. الجلد أكبر عضو في جسم الإنسان، والقلب عضو آخر يعتمد في وظيفته على نسيج عضلي ونسيج عصبي ونسيج ضام. القلب بيتكون من ثلاثة أنسجة وهو عضو، لكن أكبر عضو في الجسم هو الجلد. القلب يتكون من ثلاثة أنسجة، هي عضلي، عصبي، ضام. عضلي، عصبي، ضام. ومن الأمثلة الأخرى على الأعضاء في الحيوانات الدماغ، العين، الرئة. وللنباتات أيضا أعضاء، ويقوم كل منها بوظائف حيوية مختلفة.
ومن هذه الأعضاء الجزر، ومن وظائفه امتصاص الماء والأملاح المعدنية من التربة. والساق ده عضو وظيفته إيه؟ دعم النبات وحمل الأوراق والأزهار. والورقة أيضا عضو، ومن وظائفها القيام بعملية البناء الضوئي. الزهرة عضو التكاثر الجنسي في بعض أنواع النباتات. يبقى احنا دلوقتي عرفنا الخلية بتكون الأنسجة، مجموعة الخلايا المتشابهة تعطيني النسيج، ومجموعة الأنسجة تعطيني عضو، ومجموعة الأعضاء هتعطينا جهاز، تعطينا جهاز. طيب لماذا يختلف مظهر كل نسيج عن الآخر، وما الوظيفة التي تقوم بها يقوم بها كل نسيج؟ هنا الإجابة: لكل نوع من الأنسجة مظهر مختلف، لأن كل نوع له وظيفة مختلفة، له وظيفة إيه؟ مختلفة. وطبعًا إحنا عرفنا بقى في نسيج عضلي، في نسيج عصبي، دوتي الوظائف بتاعته. لكل نوع من الأنسجة مظهر خاص مختلف، لأن كل نوع له وظيفة إيه؟ مختلفة. تشكل مجموعة الأعضاء اللي بتعمل معا لأداء وظائف محددة جهازا حيويا. يبقى إذا خلية تعطيني نسيج، والنسيج يعطيني عضو، ومجموعة الأعضاء تعطيني جهاز حيوي. يتكون جسم المخلوق الحي المتعدد الخلايا غالبا من مجموعة من الأجهزة الحيوية تقوم بأداء الوظائف الأساسية للحياة. فجهاز الدوران مثلا في جسم الإنسان يتكون من القلب والأوعية الدموية والدم، ويقوم بوظيفة نقل الأكسجين والمواد الغذائية إلى الخلايا. كما المرة، جهاز الدوران في جسم الإنسان يتكون من القلب والأوعية الدموية والدم، قلب أوعية دموية ودم، ويقوم بوظيفته إيه هي؟ نقل الأكسجين والمواد الغذائية إلى الخلايا. ينقل الأكسجين والمواد الغذائية إلى الخلايا، ده جهاز الدوران، ويتخلص من الفضلات. ويعتمد جسم الإنسان على الرئتين وبقية أعضاء الجهاز التنفسي للحصول على الأكسجين بشكل كاف. بيعتمد جسم الإنسان على الرئتين وبقية أعضاء الجهاز التنفسي للحصول على الأكسجين بشكل كاف. القلب والرئتان زي ما احنا شايفين، القلب، الأوعية الدموية والرئتان، ده جهاز الدوران، الجهاز الدوري. ما مستويات التنظيم التي توجد في معظم المخلوقات الحية المتعددة في الخلايا؟ وماذا يحدث لو لم يوجد أحد الأجهزة في المخلوق الحي؟ دوت إجابة السؤال أهو. أو تتكون المخلوقات الحية من أجهزة مختلفة، تتكون من أعضاء مختلفة، والأعضاء بتتكون من أنسجة، والأنسجة تتكون من خلايا. يبقى ده مستوى التنظيم. خلية تعطي نسيج، النسيج يعطي عضو، العضو يعطي جهاز. طيب بيقول لي ماذا يحدث لو لم يوجد أحد الأجهزة في المخلوق الحي؟ لا يستطيع المخلوق الحي القيام بوظائف الحياة، ويمكن أن يتوقف عمل الأجهزة الأخرى. على سبيل المثال، لا يمكن أن يعمل جهاز الدوران بكفاءة دون أن يعمل الجهاز التنفسي بصورة إيه؟ صحيحة. هنا بيقول لي
المقارنة بين الخلايا في نسيج حيوان. الخلايا التي تكون أنواع مختلفة من الأنسجة في المخلوقات الحية المتعددة الخلايا بتؤدي وظائف محددة. وأحصل من المعلمة على شريحة جهاز كل من الأنسجة التالية: الطلائي والعصبي. طبعا يا نشاط يعني. ما المواد الموجودة في جميع المخلوقات الحية؟ جميع الأشياء من حولنا تتكون من جسيمات دقيقة تسمى الذرات. الذرات، وهناك أكثر من 100 نوع من الذرات، 100 نوع، ولكل نوع خصائصه التي تميزه. العنصر مادة نقية لا يمكن تجزئتها إلى مواد أبسط منها. دي مهمة جدا، وبتيجي في الاختيار المتعدد وفي أكمل. مادة نقية لا يمكن تجزئتها إلى مواد أبسط منها، قول له العنصر. مادة نقية لا يمكن تجزئتها إلى مواد أبسط منها، قول له إيه؟ العنصر. يتكون العنصر الواحد من نوع واحد من الذرات، لا التركيب نفسه. العنصر بيتكون من نوع واحد من الذرات، وبيتكون من نفس التركيب. كل الذرات دي متكونة من تركيب واحد، ويمكن للعناصر أن تتحد لتكون مركبات. عنصر مع عنصر يديني مركب، والمركب هو مادة تتكون باتحاد كيميائي بين عنصرين أو أكثر. المركب مادة تتكون باتحاد كيميائي بين عنصرين أو أكثر. العنصر مادة نقية لا يمكن تجزئتها إلى مواد أبسط منه، يبقى أصغر حاجة هو الإيه؟ العنصر. وطبعا العنصر بيتكون من ذرات، أصغر شيء في المواد كلها هو الذرة. طيب، العناصر والمركبات الموجودة في الخلايا. هناك العديد من المركبات التي توجد في الخلايا كلها، منها الكربوهيدرات، وهي مركبات مكونة من الكربون والهيدروجين والأكسجين. الكربوهيدرات دي مكونات مركبات اتكونت من ايه؟ كربون وهيدروجين وأكسجين. وتزود الكربوهيدرات الخلايا بالطاقة، فايدتها بتزود الخلايا بالطاقة. المركب قلنا هو اتحاد عنصرين أو أكثر، عنصر كربون مع عنصر أكسجين مع عنصر هيدروجين، اعتاني كربوهيدرات، وهي اللي بتزود الخلية بالطاقة، فايدتها تزود الخلايا بالطاقة. برضو الدهون مركب مكون من الكربون والهيدروجين والأكسجين، وتختزن الدهون، تختزن وتحرر طاقة أكبر من الكربوهيدرات، وذلك بسبب تركيبها. طاقتها أكبر من الكربوهيدرات لأن التركيب بتاعها قوي. أيضا البروتينات مركبات، يبقى كربوهيدرات مركب، دهون مركب، بروتينات مركب. مركبة مكونة من الكربون والهيدروجين والأكسجين، لكن زودنا عليه إيه؟ النيتروجين. يبقى البروتينات زيادة عن الكربون والهيدروجين والأكسجين، زودنا نيتروجين. وهي ضرورية لنمو الخلايا وتجديدها، بتخلي الخلايا تنمو وتتجدد. الأحماض النووية مركبات مكونة من الأكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين، وزودنا الفوسفور. الأحماض النووية زادت عن البروتونات إن زودنا لها فوسفور، وهي تساعد الخلايا على بناء بروتيناتها. وهذه المركبات مجتمعة اللي هي البروتين والدهون والكربوهيدرات والبروتينات والأحماض النووية، كلها على بعضها تساعد الخلايا على القيام بوظائفها الحيوية. تساعد الخلايا على القيام بوظائفها الحيوية.
ما الوحدات البنائية للمركبات كلها؟ وكيف يشبه المركب النسيج؟ فاكرين النسيج بيتكون من عدة خلايا، لكن المركب يتكون من عدة عناصر. يلا نروح له. هنا الأسئلة اهو. الوحدات البنائية للمركبات كلها اتحاد عنصرين أو أكثر كيميائيا، أو ارتباط عنصرين أو أكثر برابطة معينة ينتج عنه. كيف يشبه المركب النسيج؟ في هنا سؤال، ما المادتان اللتان تشكلان ربع مكونات خلية الإنسان؟ احنا لو شفناهم هنا نتلاقوهم الدهون والبروتونات. الدهون والبروتينات جمع النسب المئوية نتلاقاها 10 زائد 15، 10 و15 نتلاقاهم طلعوا معانا 25%. صلحها من هنا من اللغة. عشرة و 15 يطلعوا 25% اللي هو ربع مكونات خلية الإنسان، والثلاث أرباع ماء. هنا بيقول لي ما الوحدات البنائية للمركبات كلها. الوحدات البنائية اتحاد عنصرين أو أكثر كيميائيا، أو ارتباط عنصرين أو أكثر برابطة معينة ينتج عنه المركب. النسيج مجموعة من الخلايا، أما المركب مجموعة من، ممكن نقول المركب مجموعة من الإيه؟ العناصر أو الذرات. العناصر، خلينا نغير اللغة، إلا مع الذرات دي نكتب كمان العناصر التي تتحد لتكون مادة ايه؟ جديدة لها خصائص معينة. يبقى المركب مجموعة عناصر وذرات أو عناصر وخلائص، والنسيج مجموعة من الخلايا، والمركب اتحاد عنصرين أو أكثر كيميائي. وشفنا الدهون و التركيب بتاع ربع. بعد كده مراجعة الدرس، مجموعة من الخلايا المتشابهة التي تؤدي الوظيفة نفسها تسمى النسيج. أعمل مخطط يبين تسلسل مستويات التنظيف في المخلوقات الحية عند الذرة، بتديني بناء الخلية، الخلايا بتدي أنسجة، الأنسجة بتعطي الأعضاء، وبعدين الأعضاء تكون الأجهزة. الأعضاء بتكون إيه؟ الأجهزة. كيف يؤدي اكتشاف تقنيات جديدة إلى تطور علم الأحياء وتقدمه؟ هل يمكن أن يستخدم الناس الآلات لقراءة موجات الدماغ؟ وهنا يتكون الماء من الهيدروجين والاكسجين او المركب. الاجابه الصحيحه ما القلب؟ القلب عضو. كيف تنتظم اجسام المخلوقات الحيه؟ تتكون المخلوقات الحيه من خلايا، في داخلها على تحتوي على
أجزاء تؤدي وظائف مختلفة. بعض المخلوقات الحية تحتوي على خلايا تنتظم وتجتمع معا لتشكل نسيجا وأعضاء وأجهزة. مراجعة الدرس. ده إجابة السؤالين دول. يحتاج الجسم إلى المركبات لنمو الخلايا وتعويض التالف، ويحتاج إلى الكربوهيدرات والدهون كمصدر للطاقة. وظائف الجهاز زي الجهاز التنفسي، هناخد بس شيل دول، بس ناخد لغاية هنا، بس ناخد الأربعة دول بس. الباقيين دول خلاص. خلاص نكمل. فعندنا هنا أخرج شريحة البطاطس من كأس، يعني ده بيقول لي يزداد قطر شريحة البطاطس الموضوعة في كأس الماء العذب ويقل قطر شريحة. دي عملناها في الدرس في التهيئة في الأول خالص، في الدرس التهيئة ده هو موجود في درس التهيئة الأول اللي عاوز يشوفها. ماذا أستنتج؟ هنا بيقول لي أقارن القيم الجديدة بالقيم التي حصلتها أهو. يؤدي التبادل الأسموزي لشريحة البطاطس في الماء العذب إلى كبر حجمها، وذلك لانتقاء الماء من المحلول إلى داخل الشريحة. عند وضعها 24 ساعة يستمر انتقال الماء من المحلول إلى الشريحة حتى يحدث الاتزان، ويؤدي التبادل الأسموزي لشريحة البطاطس في الماء المالح لانكماش نتيجة لانتقال الماء من الشريحة إلى المحلول. وعندما وضعها 24 ساعة في الكأس يستمر انتقال الماء من شريحة البطاطس حتى يحدث الاتزان في تركيب جزيئات المادة. شريحة البطاطس اللي وضعت في كأس الماء العذب بتصبح أكبر، بتصبح إيه؟ أكبر. في نرى في عندنا جدول اهو، جدول ده برضو كان في الدرس الاولاني. ماء العذب هتصبح اكبر ويزداد كبر الشريحة. الماء المالح يقل قطر الشريحة، يقل قطر الشريحة اكبر، يعني بيصغر، بتصغر يعني. وكده نكون خلصنا. ما تنسوناش من اللايك والدعاء والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.